المسجد الأقصى المبارك هو جزء من عقيدة كل إنسان أي مسلم، وطبعا عندما الإنسان يقرأ سورة الإسراء يعني لا يستطيع كل إنسان أن ينفي أن علاقة المسلمين بالمسجد الأقصى كما هي علاقتهم بالحرم المكي في مكة المباركة، وسورة الإسراء أكدت ذلك، وإمامة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في ساحات المسجد عندما أسرى به ليلة الإسراء المعراج تدل على ذلك. مدينة القدس تعيش اليوم في أخطر مرحلة من مراحلها نتيجة مشاريع التهويد التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس وتحديدا على المسجد الأقصى المبارك. فالمسجد الأقصى المبارك إذن جزء من عقيدة أمة، ويجب على الأمة بأسرها أن تدافع عن عقيدتها التي تنتهك على مرأى ومسمع من مئات الملايين من عالمنا العربي والإسلامي. يقوم الإسرائيليون بالتضييق على أهالي مدينة القدس بغية تفريغها من سكانها الشرعيين. تعالت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المدينة المقدسة وعلى السكان المقدسيين في الأيام الأخيرة عندما كشفت إسرائيل عن نواياها الخبيثة من أجل تهويد هذه المقدسة، حيث التضليل والتزييف والتحريف لتاريخ المدينة العربية المقدسة لدى المسلمين. هو يسعى صباح مساء من خلال فرض أكبر كم من الوقائع على الأرض بحق مدينة القدس وتحديدا المسجد الأقصى المبارك، يسعى إلى هدمه، إلى تغيير معالمه، إلى محاولة التضييق على الناس، إلى عزل المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس عن عمق الفلسطيني، محاولة إخراج المرابطين، منع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، اقتحام قطعان المستوطنين صباح مساء. مدينة القدس بأهلها الشرعيين بحاجة ماسة إلى دعم مادي ودعم معنوي، بحاجة إلى أن نقدم لهم كل عون. هناك اعتداءات يومية على النساء الفلسطينيات المقدسيات اللواتي يرابطن في ساحات المسجد الأقصى، كبار السن الذين يرابطون في ساحات المسجد الأقصى. إن الإنسان المقدسي وإن الإنسان الفلسطيني يقدم بكل ما لديه من أجل حماية القدس، ولدينا كأمة عربية وإسلامية بالبطاقات الضغط الكثيرة جدا التي لو استثمرت بشكل إيجابي وصحيح لنصرة المسجد الأقصى المبارك يمكن الحد الأدنى أن نوقف هذا السعر الذي يمارس الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك وحق أهلنا في مدينة القدس. لا ننكر الدور الأردني للمدينة المقدسة وللمسجد الأقصى المبارك، فالأردن كما هو معروف هو راعي الأماكن المقدسة في القدس، لكن كما يقال يد واحدة لا تصفق، فلا بد من وقفة عربية إسلامية إلى جانب الأردن حتى يقاوموا هذه المخططات الاستيطانية والمخططات الاستعمارية للمدينة المقدسة. إسرائيل لديها مخطط أولا هو التقسيم الزماني، وهذا حدث حيث أن إسرائيل أغلقت بوابات الحرم القدسي الشريف وكانت تمنع المصلين من الدخول إلى الحرم القدسي الشريف وتمكن قطعان المستوطنين من التجول ومن الصلاة ومن أداء الطقوس التلمودية في ساحاته، ثم التقسيم المكاني وهي الآن تريد أن تقتطع أجزاء من الحرم القدسي الشريف،
والأمر هو أبعد من ذلك، حيث أن إسرائيل لديها مخطط بتدمير المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم مكانه، وقد أعدت الجماعات المختلفة من قبل قطعان المستوطنين لتطبيق هذا المخطط الخبيث. صمود أهلنا في المدينة المقدسة وحرص أهلنا في فلسطين ككل، بل وحرص العالم العربي والإسلامي على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، لأنه يشكل جزءا من عقيدة المسلمين. أقول إنه موقف مشرف، ونتمنى من إخواننا العرب والمسلمين أن يشدوا على أيديهم ويدعموا صمودهم حتى تبقى القدس صامدة في وجه هذا الاحتلال البغيض. وهناك دور كبير جدا ومميز حقيقة للمملكة الأردنية الهاشمية بصفتها صاحبة الولاية الدينية على الأماكن المقدسة في المسجد الأقصى المبارك. وأيضا هناك مطلوب أيضا على الصعيد الشعبي، يجب أن تكون هناك. أين دور الإعلام؟ أين دور النخب؟ أين دور المثقفين؟ أين دور البرلمانيين؟ أين دور المؤسسات؟ لماذا لا يكون هناك دعم مالي حقيقي؟ لماذا لا يكون هناك توأمة للكثير من عواصم عالمنا العربي والإسلامي مع مدينة القدس؟ لماذا لا يعلن عن القدس بأنها عاصمة للمسلمين، من أجل أن يشعر كل مسلم على وجه الأرض بأن هذا الشيء يخص ويهمه؟ لأجلك يا مدينة الصلاة الصلاة وصلي.